السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ وليداتكم في امان الله؟ العائله لاباس عليها؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم باحسن ما يرام. دونك كيف ما وعدتكم، كيف ما طلبتوا مني، كنتوا كثيره تبغيتوا جليلبات، انا جبت لكم جليلبات ان شاء الله كنتمنى يعجبكم. مهم غنبدا لكم لان عندي بزاف، ما يمكنش ليا نبقى نهضر بزاف. انا نهضر شوف حديث ومغزل، حديث ومغزل. دونك هادشي اللي كاين، دونك على بركه الله غادي نبداو. عندي اول جلابه هي هذه، ما غاديش نرجع للور بزاف لانه هذه قصيره. مهم غير باش نتفاهموا، اللي بغا جلابه حيت هادو كيتلبسوا جبليين، الشكل ديالهم ها هما كيتلبسوا جبليين وكيتلبسوا قصار. اللي بغا القصار، بالنسبه للناس اللي دايرين حجاب بحالي انا ما كنبغيش جلابه قصيره، خصني جلابه طويله. المهم كل واحد والذوق ديالو. المهم كاين اللي كيبغي يلبس كولون، كاين اللي كيبغي يلبس جين، كل واحد وهذا. المهم ها هي الشكل ديالها واسعه، هذه كتلبس ال اكس ال ودوبل اكس ال كيف ما شفتوا معايا. ها هي غنقرب لكم باش تشوفوا الطريزه، ها هي الطريزه ديالها. دونك كيف ما شفتوا معايا، ها هي كيف ما كتشوفوا، ها هي الطريزه فيها واحد هنايا، واحد هذا حجيره هنايا، حجيره هنايا. المهم هذا موسلين كيف ما كتشوفوا، موسلين في الموف، وانتم كتختاروا اللون اللي بغيتوا. وهذا في البيستاش، والتحتاني ديالو حتى هو في البيستاش. صافي كتجي واسعه كيف ما قلت لكم، كتلبس ال ال، كتلبس الاكس ال ودوبل اكس ال. ها انتم شوفوا انا كنلبس اكس ال باش تعرفوا، ها هو القياس راه واسع. صافي هادشي اللي كاين. دونك كانت هادي هي لا بروميير فيديو. ها القب ديالها كيفاش كيجي، وهذا انا نورمالمون خصني نلبسها مع فولار في البيستاش، لان موف هو اللي غالب بزاف البيستاش، يعني خصني نلبسها فشي حاجه بيستاش. مي ما عنديش فولار بيستاش. ملي كتقيدي تشري فولارات والو ما عندكش، ديما ملي كتجي بغيتي تلبسي اللون اللي بغيتي ما كتلقاش الفولار ديالو. حتى نتوما راه تاكدوا لي هاد القضيه. دونك هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى تكون عجباتكم. غندوزو ان شاء الله للجليبه الثانيه. دونك البنات كان هذا هو الموديل الثاني، راكم عرفتوا هذاك الغوز، هذا الغوز، داك الغوز اللي راك من بعيد اللي بغى هاد اللوينات. المهم نتوما كتختاروا اللون اللي بغيتو، عجبكم هذا راه كنجد لكم هذا، ما عجبكمش كتختاروا اللوينات اللي بغيتو، المغياج اللي بغيتو. هادشي اللي كاين. دونك التحتاني ديالو هذا اللون، وكتجي هنايا الكميم كيجي حتى هو في هذاك اللون ديال التحتاني، والقب كذلك كما كتشوفوا معايا هذا. وحتى هي بطبيعه الحال كتلبس المهم جبليه نفس لا طاي ديال قبيله كيف ما هذا. الا بغيتوا لي طاي ديالكم راه بيان سو غادي ندير لكم لا طاي ديالكم. وهادو كيتلبسوا قصار، بالنسبه للمحتجبات اللي ما تيبغوش جلابه قصيره ما غاديش زعما يديروها الطول، غيعطوني الطول ديالهم. وهادشي اللي كاين. دونك كانت هذه هي الجلابه الثانيه، كنتمنى تكون عجبتكم. وهنايا فيها واحد الشوشيه صغيره، وفيها واحد كيف ما كتشوفوا معايا. ها هي الفولار بطبيعه الحال ماشي هو اللي خصني ندير معاها، لان ما كنلقاش داكشي اللي كنجبد الفولارات اللي عندي. دونك خصني ندير معاها نورمالمون هاد اللون الزرق، غادي يكون احسن باش ما تجيش عاوتاني زعما مشعشعه بزاف. دونك كانت هذه هي الجلابه الثانيه، ان شاء الله ندوزو للجلابه الثالثه. دونك البنات كانت هذه هي جلابه، هذا الزرق تيحمقني، عندي جوج بحال بحال، جوج من هذا الزرق والو ما كنقرعش. كتعرفوا الزرق والصفر كيجي غزال، كيجي كيحمق. دونك كانت هذه هي الشكل، فيها هذا نقرب لكم، فيها هذا الطريزه من هذه الجهه ومن هذه الجهه، والكميمات هكا. اللي ما بغاش مثلا الغابيل ديال التحتاني، التوب التحتاني ما بغاش، ما يديرش هذا الصفر، كل واحد هو على حسب الذوق ديالو. اللي بغاها تبقى غير سامبل يعني طون سوغ طون ما فيهاش هذا، اللي ما نديروهاش. دونك البنات القب حتى هو كيجي شي كوست شي، وصافي حتى هي نفس لاطاي. انا راه عرفتو لاطاي ديالي، انا كنلبس اكس ال، راه اللي بحالي في الفول هذا راه هي كيفاش كتجي. واللي ما ال حتى هي راه كتلبس ال ال ودوبل اكس ال، واسعه. والقصوريه راني كنقول لكم، وهذه فيها لتحت نفس هذا اللي ما نقدرش نصور لكم لان قصيره، نفس اللي هذه اللي كاينه هنايا كاينه لتحت. المهم ديك الساعات نتوما لا عجبتكم هكا بهذا الشكل ولا بغيتو شي تغييرات، ها هي. دونك كيحمقني الزرق، قولي انت كاش كيحمقك؟ كيحمقني الزرق، كيحمقني الصفر، كيحمقني الخضر. اوه صافي صافي. وفيها هذا هنايا شفتوا، فيها هذاك الحجيرات، جوج حجيرات للداخل. فوالا هادشي اللي كاين. دونك غندوزو للجلابه الرابعه.
دونك البنات هذا هو، هذه هي جلابه رابعه كيف ما كتشوفوا معايا. الخياطه هي نقرب لكم كيف ما كتشوفوا، وفيها واحد الشويشيه من تحت، وفيها واحد دونك كيف ما كتشوفوا معايا في هذه لابارتي. انا راح ليا توب كبير ولابسه تحت منها هذيك، المهم ما ديوش على داك التحتاني راه ما فيهاش، فيها هاد الفوقاني وهي تخوا كاغ اصلا، وفيها هذا الموتيف كيف ما كتشوفوا معايا من تحت. هو دونك البنات كيف ما شفتوا معايا، هذا كان هذا هو الشكل ديالها، القبيب ديالها كتجي سامبل، كتجي حتى هي الخياطه هكا من هنا، المهم ما ديوش حيت كتبين داكشي علاش لبست تحت منها، هذا كتكون خياطه هكذا، والخياطه هنايا سامبل وفيها شوشيه لتحت كما شفتوا، وهذاك الموتيف التحتاني. دونك ندوزو للجلابه المواليه. دونك البنات الجلابه الاخرى هذه لا انا جاتني صغيره من الاخرين. هذه كتلبس ام ال اكس ال باش تعرفوا. دونك هذه الطريزه ديالها كتجي بحال هكذا، يمكن لكم اي فولار مثلا هذا اللون، اي فولار ماشي من دابا من غير هذا اللون، راه يمكن لكم تختاروا اللون اللي بغيتوا على حسب نتوما واش عجبتكم. المهم الخضر وفيه لورونج وفيه الموف، فيه ثلاثه اللوينات، اي فولار غديروا اي لون عندكم هنا يمكن لكم ديروا فولار، يمكن لكم يا خضر يا اورانج يا هذا. الخياطه هنايا كيف ما شفتوا سامبل، وهنا وكتجي في الجنب، كتجي في الجنب نفس الخياطه اللي عندكم هنا، هابطه كلها في الجنب، الجناب بجوج نفس الخياطه. دونك هادشي اللي كاين، دوزو للجلابه الاخرى. دونك البنات كانت هذه الجلابه المواليه كيف ما كتشوفوا معايا، مخيطينها بهذاك السقليل هذا الدوغي، ماشي الدوغي غوز، ماشي برونز، برونز مخيطينها بهذيك البرونز هكذا وهكذا كيف ما شفتوا في الجوانب وفي التحت، وهذه واسعه، هذه جبيه بزاف. المهم انا جاتني واسعه هذه، هذه واقيلا اكس ال دوبل اكس ال تريبل اكس ال، هذه فيها من التحت كيف ما كتشوفوا هذاك الموتيف اللي وريتكم قبيله. كتجي هذه واسعه، المهم كل واحد على حسب الذوق ديالو. غير البنات الا عجبتكم شي حاجه ما تقولوش ليا بشحال هاد الجلابه، حيت كل وحده والثمن ديالها، اي وحده عجبتكم ديروا لها سكرين وتواصلوا معايا في الواتساب. البنات كنخلي لكم الواتساب هنايا، ها نتوما شوفوا النمره دابا غنكتبها لكم، هذه هي النمره ديال الواتساب، ديروا السكرين وقيدوا هاد النمره عندكم. الواتساب راه البنات ما كنجاوبش ما كنجاوبش في التليفون، الواتساب صيفطوا ليا ميساج ولا اوديو، ما كنجاوبش، ما يمكنش ليا، عندي الالاف ديال الميساجات ما يمكنش ليا كل واحد غادي نهضر معاه، امبوسيبل، راه يدي بوحدي راكم عارفين. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى تكون عجبتكم هذه، هاد اللون تا هو تيحمق زوين الحقيقه، انا ما عمري ما درت جلابه في هاد اللون، دونك تا هو زوين. ايوا ندوزو للجلابه الاخرى ان شاء الله. دونك البنات كان هذا هاد اللوين تا هو كيحمق، كلي كلشي كيحمقك انتيا، تا هو فني وانت هاد اللون ما عمري ما درتو كيف ما كتشوفوا معايا. فيه هاد الزويوقه هادي من هنايا، وفيه واحد لي بيرل هنايا ديال البحاره. كتشوفوا الشكل ديالها، حتى هي شكل جبليه، كتجي واسعه وكتجي هي في الحقيقه، هادو زعما كيجيو واسعين وكيجيو قصار، تلبسيهم هكا مع بالغين مع سبرديله مع هذا. هي الكميمات ديالها سامبل والخياطه ديالها سامبل، كلشي سامبل، هاد الموتيف هذا وكتطلعوها بشي فولار. المهم هذا هو اللي اقرب لي انا، ما يمكنش يكون عندي فولارات كاملين، اقرب فولار لهذا جاني هو هذا. ايوا هادشي اللي كاين. دونك البنات كاين هاد اللوين تا هو، ولكن هادي تا هي واسعه، هادي هادي ال اكس، لا هادي اكس ال دوبل اكس ال تريبل اكس ال. دونك هانتوما باش تشوفوا، حتى هي فيها هذاك الموتيف هنايا كما كتشوفوا، ها
هذاك الرويس، وفيه هنايا كولي، وفيه دي بوكل الراس ديال المراه، وفيه دايره واحد الفولار تما في هذا. هادشي اللي كاين، حتى هي فيها الخياطه سامبل كما كتشوفوا، وكتجي واسعه. دونك البنات الخضر الاخضر دونك هادي زيتيه كيف ما كتشوفوا لا كولور ديالها، فنه فنه الخضر لا يعلى عليه. كنبقى ندور ندور واخا ندور على الالوان، هذا كله من الالوان عجبوني، ولكن الخضر صغيس طوب صغيس شي حاجه شحال نقول انا فوق ما. دونك كيف ما شفتوا معايا الخياطه من هنايا سامبل، ها هي، حيت هادشي راه كله ماشي في القياس ديالي، كاين اللي قياس ديالي كاين، حيت كيلبسوها 3 كا كل واحد شنو تيدير. نورمالمون هاد الجبيه كتجي شويه 3 كا، كتجي كميمه شويه قصار، انا مثلا نفضلش كمام قصار. المهم كل واحد على حسب لوغو ديالو. وفيها هاد الزويبقه ديال بحال هذيك ديال القبيله، هذيك ديال البحاره، وفيها هنا دي بيرل، وكتجي حتى هي واسعه وفنيونه. دونك البنات اللي عجباتكم غديروا لها سكرين صافي، والقبيب سامبل. دونك البنات هادي نص نص كيف ما شفتوا معايا، ها هي الشكل ديالها، حتى هي كتجي واسعه. بالنسبه للبنات الثوب، الثوب هذا الكريب، كلشي هادشي اللي دوزت الكريب، والاخر الاول موسلين وساتان. دونك هذا موسلين واللور ديالو في الصفر والقب في الزرق كيف ما كتشوفوا، والخياطه هنايا الضفيره كيف ما كتشوفوا معايا، وهنا حتى هي الضفيره، وهنا دايرين هاد الحجيرات في الزرق والصفر كيف ما شفتوا معايا. هذه فنه، هذه لا كولور اللي بغيتو، عطى الله لو مارياج ديال لي كولور، عطى الله عطى الله. تقولوا لي شكون هي اكثر وحده عجبتكم، كل واحد يقول لي في الميساج اكثر. وشوفوا البنات عافاكم سمحوا لي بزاف، راه ما كنلقاش الوقت باش نجمع، مي كيكون عندي شي وقيته راه كندخل كنطلع على سميتو، كنطلع راه محيرتي لهنا محيرتي لهنا، هادشي اللي كاين. الله يعاونني وصافي، هادشي اللي كاين البنات. دونك كنتمنى حتى هي تكون عجبتكم، وندوزو باقي الخير باقي. دونك البنات هادي النوار كيف ما كتشوفوا، ها هو نفس هذاك الموتيف اللي كاين تما اللي في الاخرين، حتى هو كاين هنايا داك الرويس ديال هذيك. وفيها كولي، دايره كولي، وفيها لي بوكل. دونك حتى هادي مخيطه بطون سور طون، يعني الكحل في الكحل، حتى هي المهم راه لي كولور هادو كاين اي لون بغيتو يمكن لكم ديرو اي لون، اي لون كتبغيو. راه وريتكم الاول اللي درت، ما يمكنش لي ندير اللون كاملين. دونك كنتمنى تكون عجبتكم. ايوا غندوزو للجلابه الاخيره بلي فينالمون. دونك البنات يمكن لكم ديرو هادي، ما كنقدرش على هاد، يمكن لكم ديروها على حسب الجلابه اللي بغيتو، حتى هي راه كنصوبوها. دونك كيف ما شفتوا ها هي كيكون الديزاين ديالها هكا. المهم فولار يتحل كيكون فيها هكا على حسب داك الزواقه اللي عندكم نتوما. نكمل معكم دابا كيف ما شفتوا، ها هي الشكل ديالها شنو فيها، وكتجي حتى هي واسعه. هذه ديال الجين، داك الجين الهابط اللي رطب كيف ما كتشوفوا معايا، وما سخونش، وهادشي اللي كاين فيها الجياب. الجياب ودايرين بالخياطه هنا بالاحمر، والخياطه في الاحمر. و بيان سور نتوما الا بغيتو شي كولور واحده اخرى يمكن لكم ديروها. دونك هادشي اللي كاين البنات. دونك البنات كانت هذه هي نهايه الفيديو، كنتمنى هاد الجلبات، هاد لا كوليكسيون اللي درت لكم تكون عجبتكم. كنتمنى الاشكال ديال زعما هادشي اللي دي زيد اللي عطيتكم، وهذا المهم جلبات في المتناول ماشي غاليين. اللي بغى يكومونديو داكشي راه يمكن لكم تتواصلوا معايا في الواتساب،
ماشي في التليفون، ما كنجاوبش في التليفون حيت كنلقى دي زابيل بزاف، غير صيفطوا لي اس ام اس ولا اوديو. راه البنات كلهم اللي كيكومونطيو ولا كيتواصلوا معايا غير في اس ام اس اوديو، وغادي نجاوبكم ان شاء الله على الاثمنه ديالهم. الاثمنه ما كنحطهاش في اليوتيوب غير باش تعرفوا، اللي بغى يمكن له يتواصل معايا. وديك الساعه كل واحده غنعطيها الاثمنه ديالها، ولكن اثمنه في المتناول. مرحبا بكم، انا راكم طلبتوني على الجلال بلي رخاص، ما غاديش نديرو شي حاجه غاليه. وبالنسبه للجلال بلي كاينين في السوق اللي كيتباعوا في السوق، راه شوف راه كاين رخص من هذا الشيء اللي غادي نعطيكم انا، ولكن خصكم تشوفوا البنات التوب. انا راه ما يمكنش لي ندير شي توب اللي واقف وشي توب اللي دونك البنات هذا الشيء اللي كاين. اللي عجبتو شي حاجه عافاكم اللي هذا، ديروا سكرين في لافوطو وصيفطوا ليا في الواتساب. الناس ديال انستغرام راه غيتواصلوا معايا في انستغرام، والناس ديال الواتساب راه كيتواصلوا معايا في الواتساب. هادشي اللي كاين، ولكن كلشي راه كيتواصل معايا في الواتساب اللي بور لي كوموند، يعني هي كيشوفوا داكشي اللي كنحط في انستغرام. الناس اللي مابوني معايا في انستغرام ما تنساوش، اللي غيشوف لا فيديو ديالي اول مره وما عمره ما شاف الانستغرام ديالي، يمكن لكم غادي نخلي لكم هنايا سانسونا شوب، تواصلوا معايا في انستغرام. وهادشي اللي كاين، دونك كنتمنى هاد لا كوليكسيون تكون عجبتكم، هاد اللونيات اللي اختاريت لكم. وكيف ما قلت لكم كلشي خصو يلبس، كلشي خصو عارفين احنا العيالات عزيز علينا جلالب، وما يمكنش لنا نبقاو نخيطوا. بيان سور راه خاصها تكون عندك شي جليبات تكون كتكون غاليه وداكشي، مي بعد فتره كتبغي باش تبدلي ما يمكنلكش تبدلي وتكون غاليه، فهمتي؟ يعني كتكون في المتناول، كتقدري تشري فولار ديالها، كتقدري تشري ان شاء الله. راه جايه لكم ان شاء الله، غندير لكم واحد الكوليكسيون زوينه حتى هي ان شاء الله العيد. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى هاد لا كوليكسيون تكون عجبتكم. كنتمنى هاد لا فيديو ديال هاد النهار تكونوا استفدتوا معايا، ومرحبا بكم عندي. وغادي نخلي لكم عاوتاني نيميرو التليفون ديالي هنايا. دونك البنات ما كنسخاش بكم، والله ما كنسخى بكم. كانت هذه هي نهايه الفيديو. شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا على الكلمات اللي كتخليو ليا، شكرا على اي وحده كومونداس عندي وكتبغي باش تشجعني وكتبغي باش هذا، زعما سانسيرمون حتى الكلمات اللي كتخليو ليا زعما سانسيرمون والله ما كنت كنتظر هذا الشيء. شكرا شكرا لاي واحد كيتواصل معايا، شكرا لكم بزاف ولا يخطيكم عليا. قبل ما ننسى، الناس ديال الخارج ما عنديش مشكل، الا بغيتو شي حاجه غنصيفط لكم هنايا في المغرب العائلات ديالكم، هما يتكلفوا لكم بسميتو، حيت باقي ما عنديش الوقت باش نمشي ونشوف نشوف كيفي كيصيفطوا في زعما الاجراءات اللي كيديروا باش كيصيفطوا للخارج. هادشي اللي كاين، دونك يكبر شويه المشروع، وديك الساعه ندخل معايا بيرسونيل باش يعاونني يقدر يعاوني غير يكبر شويه واحد شويه، وديك الساعات نقدر حتى انا نخرج ونقدر هذا، راكم عارفين. دونك شكرا لكم على الدعم، شكرا ما كنسخرش بكم. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.